أهلا بكم. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن عن انطلاق قمة نهائي كأس العرش بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي في تمام الساعة 5 مساء يوم الاثنين المقبل بملعب أكادير الكبير. هشام أيتمنى أحد المرشحين لرئاسة نادي الوداد الرياضي يؤكد في تصريحات صحفية أن المدرب الحسين عموتة بات خارج اهتمامات الفريق الأحمر بسبب عدم تفكيره في الاشتغال حاليا في المغرب. تنطلق اليوم السبت منافسات دورة 16 من كأس أوروبا 2024 بإجراء مباراتين تجمع الأولى المنتخب السويسري بنظيره الإيطالي والثانية بين ألمانيا والدنمارك. المنتخب الكولومبي ينتصر على نظيره الكوستاريكي بثلاثية نظيفة برسم الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكوبا أمريكا 2024 ويتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب البرازيلي يكتسح الباراغواي بأربعة أهداف لواحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة كذلك. إلى اللقاء.